افضل مما كان. ناصر الهويدي. شوفوا بدر، احنا لا نروح نقطة صفر. يعني احنا الان الكلام اللي داير انه احنا خلاص والله ما عندنا مواهب، والله ما عندنا لعيبة، والله خلاص نقفل الباب. لا لا لا، هذا الكلام مو بصحيح. في مواهب، في لعيبة اليوم بعد القائمة 25 صاروا اللعيبة السعوديين يلعبون اكثر. اختياراته ما كانت جيدة، والدليل انه ما يتابع الدوري ولا يدري، واضح. وطريقة الاختيار ايضا انا ماني عارف. هو عنده في 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 افكاره اشياء عجيبة. يعني حراس ما يلعبون، في حراس سعوديين يلعبون ما يضمهم، في لعيبة برزوا بالدوري وبالفورمة. انت مش تبغى لعيبة يلعبون؟ طيب خذ اللعيبة اللي يلعبون واستفيد منهم. لكن انه مسألة انه احنا ما عندنا، لا لا لا، البلد مليان مواهب. السنة هذه حصل تفريق تقريبا 700 لاعب، 700 لاعب من فئة الشباب اللي صاعدين الى 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 الفريق الاول، وتخفيض القائمة الى 25. تقريبا في 700 لاعب فرقوا زي ما قلت انت في الشارع. عندنا مواهب، وعندنا امكانيات بشرية هائلة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني، ولكن للأسف في قناعات معينة قاعد تدير الكرة السعودية، وهذه النتائج. ولسه ما شفتوا شيء حيودونكم إلى 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 شيء. يعني الله يستر، القادم حقيقة يعني مخيف. والوضع العام للمنتخب السعودي وضع سيء جدا، يبغى له يعني يبغى له صدمة، وقفة يبغى له صدمة كبيرة، إيجابية. صدمة إيجابية من شخصية كبيرة يفر للعالم ذولا ويغير ويرتب أموره ويحط مدرب على مستوانا وعلى إمكانياتنا. أما الحكي هذا احنا نقول يا البدو، نقول احنا حكي بعارين، احنا كل يوم نسولف وما يشيلي وفلان وعلان، هذا ما هو صحيح. الخلل واضح وصريح. انت تعاندنا يعني على منتخبنا؟ السؤال انتم قاعد تعاندونا يعني، ولا انتم ليش اخر اهتمامكم المنتخب؟ يعني انتم بس تبي تخلصون هاليومين هالثلاث ايام وبعدين نرجع هلال ونصر واهلي واتحاد، يلا يلا اشغلوهم. طيب منتخبنا الاهم، هو منتخبنا الاهم، اسم البلد هذا كله. يعني شوف ابو بدر، من عام 1940 اذا ما كنت غلطان، من بدات كره القدم، لم يتم دعم حكومي في اي مكان في العالم بهذا الحجم وبهذه الكميه اللي تم من قيادتنا الله يحفظهم ويديمهم، من اللي تم في السعوديه. كل الامكانيات متاحه لك، كل شيء متاح لك. حتى خليني اقول سر، لما يجتمع سمو الامير محمد الله يحفظه مع المسؤولين يقول لهم اللي تبغونه، عمره ما رفض. كنا نجتمع احنا رؤساء انديه مع الامير عبد العزيز، كان يقول لنا انه الامير محمد يقول لا ما في مشكله، اللي يبو ما في مشكله، بس جيبوا نتائج يا جماعه. مو مش منطق. يعني انتوا الان غيرتوا، يعني سويتوا فكر مقلوب. يعني انا عندي امكانيات وعندي كل هالحلول وعندي كل هالدعم، وهذا وضعي وهذه نتائجي، انافس اندونيسيا والبحرين على مركز ثالث ورابع ويمكن ما يحصل لي. لا لا، في خلل كبير. اصحوا اصحوا اصحوا، ترى يعني انتم رايحين الى 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 منزلق يعني خطير ما مر على الكره السعوديه. ترى احنا شعب رياضي وشعب له تاريخه الرياضي، وعندنا امكانيات وعندنا بطولات وعندنا كل الامكانيات موجوده. ليش تخلونا في هذا؟ ليش تغزمونا يعني كذا؟ ليش تصقرون المنتخب السعودي والحلول موجوده؟ يا اخي اطلع يا الرجل الرشيد يا اخي وحل الامور، اتخذ قرار. الان ليش تعاند؟ تشوف الخلل، والله ما ادري ايش، والله ما ادري العقد، ما ادري. يا اخي حل امورك، سو صدمه كبيره. احيانا يا ابو بدر، احيانا ما في شيء اصلا، اساسا انت كاداري اساسا ما في خلل في الـ في الـ في الـ لكن انت تحتاج
أن تفعل صدمة، أنت أصلا تخترع صدمة، فما بالك لو كان في خلل والخلل واضح والتغيير حل عليك وعلى الوضع. خلاص كفاية قهرتوا الناس، يعني خلاص والله العظيم قهرتوا الناس. الناس يعني وصلت مرحلة سيئة، صرتوا طيب. تشحذون همم 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 الجمهور، تكفى على حضر وتعطي تذاكر مجانية. من متى الكرة السعودية هو يجي ينقذ ويطلع من المباراة يروح عليه يوم اليوم ويكند يبي يرتاح ويبي ينبسط، وانت تجي تقثه اليوم المباراة دقيقة 80 نص الجمهور طالع. خلاص رحمونا يا أخي، اتخذوا قرار خلاص. إذا أنت يعني لا تعطل الأمور، الحلول بسيطة ما دام الأمور بيدك. بعدين لا، ما هي بيدك ترى الأمور، بعدين تنزلق وما هي بيدك. وبعدين إحنا ترى ما يهمنا أنه أنت تبقى أو ما يبقى أو فلان يبقى أو علان يبقى، إحنا يهمنا منتخبنا، يهمنا منتخبنا. أنت بكرة مو إحنا أهمنا أنت كاسم والله فشلت ومشيت. لا يا حبيبي، أنت فشلت البلد. طيب على هاشتاج البرنامج في منصة إكس، حسين يقول الله يحيي راسك يا ناصر. خلنا نروح لفاصل ونعود، خليكم معنا.